متابعي الشبكة في كل مكان، أهلا بيكم في لايف جديد. طبعا كلنا متابعين الفترة اللي فاتت تنسيق الكليات للثانوية العامة، واللي لسه مكمل معانا شويتين، وطبعا انتهينا من المرحلة الأولى بحدودها الدنيا والكليات، وعرفنا مين رايح فين والدرجات والنتائج كانت عاملة ازاي في المرحلة الأولى. وطبعا للطلاب اللي ما حالفهمش الحظ ان هم يكونوا ضمن تنسيق المرحلة الأولى، فكانوا قاعدين مستنيين المرحلة الثانية علشان يشوفوا الكليات المتاحة. أحب أقول لك إن المرحلة الثانية بدأت فعلا، وتقدر تدخل دلوقتي تسجل رغباتك على موقع التنسيق، ال75 رغبة اللي بيطلبهم منك الموقع، ومتاح كليات كتيرة جدا للثلاث شعب، سواء علمي رياضة أو علمي علوم أو حتى شعبة الأدبي. فتعالى سريعا كده نستعرض الكليات المتاحة لشعبة العلم رياضة. أولا عندنا كلية تربية نوعية المنصورة بمنيا النصر، عندنا كلية الحقوق بمختلف كلياتها طبعا بمختلف جامعاتها زي القاهرة والمنيا وسوهاج وكمان الفيوم وكفر الشيخ. حقوق طبعا متاحة في أكتر من جامعة لطلاب العلم رياضة في المرحلة الثانية اللي هيكونوا متواجدين ضمن التنسيق الفترة الجاية. حقوق القاهرة طبعا فرصة كبيرة لكل الطلاب، الكل كان بيتمنى يدخلها خصوصا طلاب الشعبة الأدبية، ولكن هي متاحة حاليا في المرحلة الثانية لطلاب شعبة العلمي رياضة. كمان معانا كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بشرق بورسعيد، معانا آثار الزقازيق بصون الحجر وتجارة الإسكندرية والإعاقة والتأهيل في بني سويف، وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعة التكاملية في أسيوط، وكمان كلية تكنولوجيا العلوم الصحية في 6 أكتوبر، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية في جامعة أسيوط، وأيضا الإعاقة والتأهيل بالزقازيق وإعلام جنوب الوادي. كلية إعلام جنوب الوادي متاحة أيضا زي ما حضراتكم شايفين طبعا على الشاشة الكليات اللي بتظهر قدامكم. كلية إعلام جنوب الوادي من ضمن الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية شعبة العلمي رياضة. طبعا حلم طلاب كتير في الأدبي بالتحديد إن هم يلتحقوا بكلية الإعلام وبمجال الإعلام بشكل عام، ولكن هي متاحة أيضا لشعبة العلم الرياضة اللي أوقات بيكونوا الطلاب داخلين علم رياضة أو علم علوم علشان يقدروا يلحقوا كلية من كليات القمة في الأدبي زي إعلام وألسن وأيضا سياسة واقتصاد. ففرصة كبيرة لكل اللي عايز يلتحق بمجال الإعلام، كلية إعلام جنوب الوادي متاحة لطلاب المرحلة الثانية شعبة العلم الرياضة. أيضا حقوق الزقازيق زي ما قلنا، وتجارة جنوب الوادي، وإعلام المنوفية، وآداب الوادي الجديد، وتربية سوهاج، وألسن الأقصر، وعلوم بنات عين شمس، وألسن الفيوم، وعلوم السويس، وتكنولوجيا العلوم الصحية ببرج العرب، وأيضا فنون جميلة الأقصر، حقوق طنطا، وتكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود، وحقوق جنوب الوادي، وإعلام وتكنولوجيا اتصال السويس، وايضا ألسن اسوان، والمصريه الصينيه التكنولوجيه قناه السويس، تربيه بني سويف، سياسه واقتصاد بني سويف، حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان ومطروح، وحقوق المنوفيه بشبين الكوم، وايضا حقوق بورسعيد، واعلام القاهره. المفاجاه بتاعه التنسيق في المرحله الثانيه هي تواجد كليه اعلام القاهره ضمن التنسيق المرحلة الثانية لطلاب العلمي رياضة. فرصة كبيرة جدا طبعا للي حابب يلتحق، واللي مش هيلحق اعلام القاهرة معاك اعلام السويس، معاك اعلام بني سويف، ومعاك اعلام جنوب الوادي، وبكده تكون كل كليات الاعلام الحكومية في مصر متاحة لطلاب المرحلة الثانية في شعبة العلمي رياضة. معانا كمان آثار جنوب الوادي وعلوم سوهاج وألسن سوهاج، اقتصاد وعلوم سياسية بالقاهرة متاح في المرحلة الثانية لطلاب علمي رياضة شعبة العلم رياضة اللي هيكونوا موجودين في المرحلة الثانية، متاح معاهم فرص كبيرة جدا. اللي ملحقش كليات كتيرة في مجاله سواء هندسة أو غيره في العلم الرياضة في المرحلة الأولى، ففي المرحلة الثانية يقدر يلحق كليات حلوة جدا زي اقتصاد وعلوم سياسية بالقاهرة، طبعا حلم لكل الطلاب وكلية قمة فيما يخص شعبة الأدبي، وأيضا إعلام بكل جامعاتها، غير طبعا توافر كلية الألسن، ألسن كفر الشيخ، كمان ذكاء اصطناعي المنوفية، حاسبات ومعلومات في أكتر من جامعة. يعني اللي ملحقش هندسة أو غيره
في حاسبات ومعلومات متاحة في جامعات كتيرة جدا زي جنوب الوادي والعريش، وأيضا جامعة السادات ودمنهور بالنوبارية وطنطا والإسكندرية ودمياط وبني سويف، وأيضا الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في بني سويف، حاسبات ومعلومات كفر الشيخ والمنوفية، ذكاء اصطناعي القاهرة والزقازيق، وأكثر من كلية بتتيح أكثر من جامعة بتتاح فيها كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي لطلاب المرحلة الثانية شعبة العلمي رياضة. كمان متاح معانا إعلام عين شمس، ودي طبعا اللي لسه فاتحة من سنتين بعد إلغاء قسم الإعلام في كلية الآداب، بيتوافر حاليا كلية إعلام جامعة عين شمس لطلاب المرحلة الثانية. معانا طبعا معاهد كتيرة جدا تقدر تقبل طلاب المرحلة الثانية غير كلية التجارة والألسن والزراعة، وكليات كتيرة متاحة لشعبة العلم الرياضة المرحلة الثانية. أما عن شعبة الأدبي فمتاح ليهم في المرحلة الثانية عدد كبير أيضا من الكليات، واللي أبرزها كلية آداب. للطلاب اللي ملحقوش طبعا شعبة الأدب، اللي ملحقوش مرحلة أولى سواء إعلام أو سياسة واقتصاد أو ألسن أو حتى كلية الآثار، فمتاح معانا حاليا في المرحلة الثانية كلية الآداب في أكتر من جامعة وأكتر من معهد أيضا، زي مثلا قناة السويس والعريش والمنيا، تربية فنية المنيا كمان متاحة لطلاب أدب المرحلة الثانية، كلية آداب انتساب الوادي الجديد، حقوق انتساب بنها، وآداب انتساب بورسعيد، تربية رياضية مطروح ومدينة السادات، حقوق انتساب الزقازيق، وتربية رياضية بنات جنوب الوادي. خلينا نقول إن معظم الكليات المتاحة لشعبة الأدبي في المرحلة الثانية أبرزهم طبعا كلية الآداب، وتيجي بعدهم كلية التربية سواء بكل شعابها زي التربية الرياضية والفنية وأيضا تربية موسيقية والتربية النوعية. آداب طبعا زي ما قلنا، وأيضا حقوق معظم الجامعات متاح فيها حقوق ولكن بنظام الانتساب، ولكن متاحة أيضا حقوق حلوان بنظام الانتظام عادي لطلاب المرحلة الثانية، تربية طفولة كمان ضمن الكليات المتاحة لشعبة الأدبي في المرحلة الثانية. وكده يبقى فاضل معانا شعبة العلمي علوم في تنسيق المرحلة الثانية، واللي متاح ليهم عدد من الكليات أيضا زي حقوق عين شمس وحقوق القاهرة وحقوق المنيا وأيضا حقوق انتساب سوهاج وحقوق الفيوم وحقوق كفر الشيخ وفني تمريض طنطا. متاح ليهم كمان زراعة في طنطا ودمياط، وآثار الزقازيق، وتجارة الإسكندرية، الإعاقة والتأهيل في بني سويف، تمريض حلوان والإعاقة والتأهيل بالزقازيق، وفني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية، معهد فني صحي في بني سويف، وإعلام جنوب الوادي أيضا متاحة لطلاب شعبة العلمي علوم للمرحلة الثانية. وبكده تبقى إعلام جنوب الوادي مرحلة أولى لطلاب الشعبة الأدبية فقط، ومرحلة تانية لشعبة العلم رياضة والعلم علوم، يعني اللي ملحقش كلية في مجاله سواء علم رياضة أو علوم، فأحب أقول لك إن إعلام جنوب الوادي متاحة ليك في المرحلة التانية تقدر تلتحق بيها. وطبعا فرصة كبيرة، مجال الإعلام مجال متاح في كل المجالات، هتلاقي فيه حاجات كتيرة جدا، والطلاب الأدبي طبعا بيكون حلمهم إن هم يدخلوا كلية إعلام، فهي متاحة حاليا لطلاب علم رياضة وعلم علوم في المرحلة الثانية. معانا كمان إعلام المنوفية ضمن المرحلة الثانية لطلاب علم علوم، وآداب الوادي الجديد، وتربية سوهاج وألسن الأقصر، علوم بنات عين شمس وألسن الفيوم وعلوم السويس، وتمريض عين شمس وتمريض مطروح وبعض المعاهد الفنية الأخرى. كمان إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس متاحة لطلاب المرحلة الثانية، سياسة واقتصاد بني سويف متاحة لطلاب المرحلة الثانية شعبة العلم علوم، وتمريض جنوب الوادي وعلوم الأقصر، حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان وعلوم الفيوم. حاسبات وذكاء اصطناعي متاحة أيضا في أكتر من جامعة، ومتاح أيضا زي مفاجأة العلم رياضة، فهي في العلم علوم إعلام القاهرة،
اعلام القاهره تبقى متاحه، وكل كده كل كليات الاعلام الخاصه بشعبه الادبي هي متاحه لشعبه العلمي رياضه وعلم علوم في المرحله الثانيه. فما تزعلش نفسك خالص، كليات المرحله الثانيه كليات ايضا قمه وكليات كبيره، كليات كان بيحلم بيها طلاب الادبي سواء لطلاب علمي رياضه او علم علوم، وايضا لشعبه الادبي متوفر كليه الاداب تقدر تلتحق بكل اقسامها. لو انت كان نفسك تدخل اثار فتقدر تدخل اثار في اداب، لو نفسك تدخل اعلام فتقدر تدخل قسم اعلام في اداب، لو كان نفسك تدخل تربيه تقدر تدخلها ايضا في اداب، وبعد كده بتعمل دبلوم التربوي. فالموضوع بسيط جدا، مش مستاهل ان انت تزعل على حاجه راحت منك او كليه انت محققتهاش، انت لسه فيها تقدر تكون موجود في الكليه اللي تحبها وتدرس جنبها او تشتغل على نفسك جنبها بناء على الكورسات والدورات التدريبيه والورش التعليميه، تقدر تعمل اللي انت عايزه وبتحقق ده. الثانويه العامه ما بقتش هي المقياس الاساسي في كل المجالات، ولكن انت بتعرف تعمل ايه هو ده اللي هيفرق معاك الفتره الجايه، وهو اللي هيخليك تكون موجود في سوق العمل، سواء بتعرف تعمل برمجه، سواء بتعرف تقدم ميديا، بتعرف تعمل اي حاجه كتابات، بتالف سيناريست او غيره. فهي ملهاش اي علاقه بالكليات حاليا، هي مجرد مرحله بتنقلك لمرحله تانية. نتمنى طبعا التوفيق لكل الناس الفتره الجايه ويقدروا يحققوا كل اللي بيتمنوه. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعه، واستنونا في لايف جديد.